هذا الفيديو الثاني في المغرب. اليوم رحنا في الأطلس المتوسط. هذه البلاصة بالنسبة لبزاف ديال الناس هي غير إفران، جبال، ثلج والغابات، وبزاف ديال القرود في ذوك الغابات. القرود فين ما دورتي راسك. وهذا الشيء اللي كيجذب السياح من جميع أنحاء المغرب يجيو لهذه البلاصة هذه باش يشوفوا هذه الطبيعة الخلابة ديال هذه البلاصة هذه. في نفس الوقت ما عارفينش بلي هذه الطبيعة راه كتخفي بزاف ديال الأسرار موراها. كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما عارفينهاش على هاد الأطغال هادي، وباللي كاين شي حوايج كتر من القرود ما بين هاد الأشجار الكثيفة ديال الغابات. شي حوايج يمكن كيشوفونا وما كنشوفوهمش. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مميز. إلا كنتي كتخاف جيب شي واحد يتفرج معك. اليوم فيديو سبيسيال. اليوم غادي نواحد ديستيناسيون، ما غاديش الطبيعة ولا شي بلاصة اللي زوينة. اليوم غادي نمشيو نقلبوا على الجنون. I'm seeing things. ما كتعرفش شي معزه حدا ديالي. سمعت واحد التغويته. اللي كيشوفوا فيه الوقت كامل. انا في إفران، واحدة من المدن اللي عشت فيهم واحد الفترة من حياتي، واحد المدينة اللي عزيزة عليا. حنا دابا غاديين كنسوقوا في وسط الطبيعة، واحد البلاصة اللي ما عمري مشيت لها. البلاصة أنفاس معانا مكافعق ما يهاري تبيري. إذا تدس شوف الأولى المستشفى الأسطورة ونصميم شريف. هانيا كل شي بخير، الله يرحم لك الوالدين. بغيت نسولك الله يجازك بخير، هذا هو السبيطار اللي كيقولوا فيه جنون؟ وفيه جنون بصح. كل ما قربنا أكثر كيجيني واحد الإحساس غير مريح، واحد الإحساس غريب بزاف. أخيرا وصلنا وغنمشيو نكتشفوه كاملين. Should we stop here؟ تنفس مزيان وعطينا لايك ويلا نكملوا هذه الرحلة هذه. الشباب حنا في واحد البلاصة خطيرة، حنا في واحد البلاصة اللي غتخلعكم شوية. حنا في بنصميم. حنا دابا في بنصميم، داك السبيطار المهجور اللي كيقولوا عامر بالجنون. غادي نمشيو كامل وغادي نكتشفوا واش كاين بصح جنون ولا ما كاينينش. يلا. بنصميم هي واحد القرية جات في نواحي إفران وأزرو حدا منابع بنصميم، وهي اللي في هذا المستشفى الأسطورة. جا في واحد البلاصة دايرة بها الغابات من جميع الجهات على امتداد 80 هكتار، بناية عملاقة وحيدة في وسط غابات الأطلس. زمان كان أكبر مستشفى في إفريقيا ديال الأمراض التنفسية، تبنى في سنة 1948 من طرف مهندسين كبار من فرنسا، جون ساج، غوسان وسوكري، واللي تسمى أول مرة سناتاريوم هيليوس، وبعدها أخذ الاسم ديال موريس بونجان، هاد الشخصية اللي مهمة بزاف. هناك مواطن فرنسي موريس بونجان كان مصابا بداء السل وهو من الأغنياء في فرنسا. وناد ميسيو موريس هز حوايجو وجا للمغرب، جا المنطقة ديال بنصميم اللي فيها الهواء والطبيعة النقية. وجا استقر وعاش في بنصميم، ومع الوقت بدا كيتحسن وكيحس براسو حسن كل نهار. حينما بدا يتمثل الشفاء لاحظ تحسنا في حالته الصحية، فتقدم بطلب إلى الإدارة الفرنسية بأن يشيد مبنى، وجاء المقيم العام فرانسوا لاكوس الذي يعني حضر تشين هذه المعلمة. سناتوريوم عملاق من 8 ديال الطوابق، كيهز 400 مريض وخدامين فيه 4 ديال الأطباء أخصائيين، يحكم فيهم واحد طبيب جنرال، وزيد عليها 32 ممرضة. سنوات قليلة بعد الاستقلال تسد هذا الطبيب هذا. نقول لكم الأسباب في نهاية الفيديو. ومن ديك الوقيتة حتى لدابا الناس كيطالبوا بإعادة تأهيل هذا المستشفى. ومن ديك الوقيته والقصص ديال هاد البنايه والجنون والارواح الشريره ما كتساليش وما كتخليش الساكنه اللي قراب لهاد البنايه يعيشوا في سلام وطمانينه. معنا السيد سميتك؟ عبد القادر. سي عبد القادر هو اللي اسس على هاد السبيطار هذا، وهو غادي يقول لنا الحكايات ديال هاد السبيطار والتاريخ ديالو. سي عبد القادر قول لنا الله يجزيك بخير، هاد السبيطار هذا فوقاش هو هنا؟ البني ديالو بدا في 38. اييه 48 بدا خدم. 48 بدا خدم، كانوا في غير الفرنساوي. كانوا مغاربه كانوا فرنساوي. ومن 48 حتى 71 بقاش في 71 حتى سمرة. سمرة مول الاستقلال. اي ومن 71 هنا
فيه جنون ولا ما فيه جنون؟ فيه شي بركة، فيه شي بركة. شي بركة كيفاش شي بركة؟ شي بركة كان نسمعوا شي أصوات، كان نسمعوا شزديح، كان نسمعوا. ولكن عمركم شفتوا شي حاجة؟ كان نشوفوا، كان نشوفوا. شنو كتشوف؟ مرة كتشوفوا شي معزة حدا في الليل. معزة ديالك ولا معزة؟ معزة ما كاينش كاع. والله العظيم. كتكون غادي تسمع معزه الداخل الكاس كاع بالليل هنايا كتسمع فيه هذا كتكون مورا كتبغي الشعب كيبغي ما كتلقى حتى حاجه شي كتعود في الجري هلا انت ما كتخافش انا وليت الناس واللي فيها هادشي العادي عندي ممنوع تدخل داخل ممنوع تصور ممنوع اي ممنوع هادشي كامل حيت خطر على عباد الله حيت داكشي كيريب تقدر تلقى شي بنادم يتقاس ولا شي حاجه ولا شي شي تحمل المسؤوليه داكشي اللي ما قديناش عليها فهمتك هاد الهضره هادي زادت فيا الفضول باش نقرب من السبيطار ونشوف داكشي بعينيا وبلا ما نكذب عليكم صراحه كنحس انا بالتبوريشه كل خطوه قلبي كيزدح دي اوسو فيلي وفي هذه اللقطه هذه بلا زياده بلا نقصان كنا كنصوروا انا واني كحدايا وحنا نسمعوا كلاكسون ديال الطوموبيل ديالنا طرت بكين حتى واحد غريبة هنايا كنهضر شوية حيت فريمون واحد المود كاين هنايا مقدرش نوصفو ليكم واحد الطايرة غريبة كاين بزاف ديال الدبان الكبير كتسمع بحال كاين الدرونات طايرين بك ولكن معرفتش علاش كاين داك الدبان الكبير اسمع معمري شفت بحال هاد الشكل هذا كاينين كيطيرو بارتو كنسمعو الدراري صغار كنسمعو صوت ديال الدراري صغار معرفتش من جاي كتقول كلمة واحدة وكتعاود No it's over What was this? Huh? It's a kid But where is the kid? سمعتوها Let's go. المهم يلا هربنا من ديك البلاصه وغادي نمشيو نشوفوا الجهه الاخرى ديال غادي نزيدو نكملوا هذه المغامره هذه ما غاديش نمشيو بحالنا غادي ندورو على الجهه الاخرى الجهه الاخرى وكاين في الطريق واحد الحاجه لقيناها راه ما يمكنش الارض كامله يابسه كتجي لهنا كتلقى هاد الشيء ما عرف شنو هو واحد السائل بحال الدم بحال الزيت بحال ما عرف كاين في الوسط This place is so creepy This place is really not to imagine وهادو هنا هما الغرف اللي كانوا كيناسوا فيهم المرضى وهنا كيقول لك مازال الارواح ديال المرضى اللي ماتوا كيدوروا في السبيطار واحد الحاجه راه ماشي غير هذا السبيطار هذا بوحدو اللي مهجور راه هذا السبيطار هذا دايرين عليه الديور فين كانوا ساكنين لي زانترن يعني لي ميدسان الاطباء كانوا ساكنين هنا في ديور ودوك الديور حتى هما مهجورين والديور ديال لي نورس ديال لي زانفيرميه حتى هما مهجورين هاد البلاصه فريمون جايه ماشي فيهم ديال الخلعه هاد البلاصه هادي كانت جرده فين كيجيو المرضى كيجيو هنا في الاستراحه ديالهم ودابا حنا غاديين في واحد الغابه صغيره باش ندورو للجهه الاخرى انيكا سمعت واحد التغويله ما عرفتش انيكا ما فاك
ما عرفش اجبنا لينا عاش دابا فين غادي نلقاني كا واش نطرا واش غير تلفات ولا ما يمكنش كنت تلفات اصلا كانت مورايا ما بغيتش ندخل داخل داك المبنى حيت فريمون كيخلع كنحس بالله راه كاين شي عين كيشوفوا فيه الوقت كامل هانتوما شوفوا كنسمع الصوت جاي من ليه تزدحات هذيك قبيله واللي بحال سمع التغويت عاوتاني Is this? Do you fucking hear this? Oh God. Annie? Annika? Annie? What the banana the game part? Annie? المشكل هو ان المشكل هو ان هذه البلاصه هذه كاين منها بزاف وما عرفتش الصوت كيجي من اي بلاصه هذه البلاصه هذه خاويه ما فيها والو كاينين واحد جوج ثلاثه كاينين بزاف هاد البطاط كامل عمر بهاد كنت نسكنات ديال الانفيرمي ولا شي حاجه قدام كاين شي بلاصه هنايا حنا دابا في ديك الغابه اللي اونفاس مع السبيطار وكنتمنى انيكا المهم هادشي كامل كان السينما كنا كنضحكوا everything was fake انيكا ما تلفاتش ولكن الحوايج الاخرين بصح انيكا ما تلفات الحاجه الوحيده اللي فايكينها هي ان انيكا تلفات واننا كنقلبوا عليها وداك الشيء باش نخلقوا شويه ديال الطراوه فاش قلبت على السبب ديال الاغلاق ديال هذا السبيطار تفاجات لقيت بزاف ديال السبيطارات بنفس الفصاله بنفس التاريخ تبنوا بنفس الوقيته في جميع انحاء العالم واللي كلهم عندهم نفس القصه ديال التصميم واليوم مهجورين علاش هذه الصدفه عندي جوج نظريات واحده منطقيه واحده خزعبليه غادي نقول لكم الخزعبليه والمنطقيه غادي نخليها لكم في الكومونتيرات النظريه الخزعبليه ديالي هي ان الكائنات الفضائيه هبطوا من الفضاء وجاو داروا مختبرات في جميع بقاع العالم وداروا اختبارات على العالم وعلى الناس وفاش سلام شوف حالهم اش بان لكم اعطيني الراي ديالك انت شنو كتظن في كومونتير لتحت علاش هاد الصدفه المهم سالت الرحله ديالنا هنايا في بنصميم كانت تجربه صراحه خطيره سمعنا بزاف ديال الحاجات اللي ما عندهمش تفسير واش الريح واش شي حد كاين داخل واش كيحاولوا يخلعوا الناس ما عرفتش واش جنون ولا ماشي جنون ما نقدرش نقول لكم ولكن بالنسبه لي انا كنقول هادو غير خزعبلات وفولكلور شعبي وواحد الروايات اللي تطوروا مع الوقت ولاو الناس كيامنوا بشي حاجه اللي ما كايناش وواحد الحاجه اخرى باغي نقولها لكم فاش تجيو شي بلايص اللي بحال هادو اللي كاين واحد السيد اللي كيعس بلايص بحال هادو حاولوا تحترموا داكشي اللي كيقول لكم حيت كما قال لي السيد داك شي واحد سميتو سامباي ولا ماشي سامباي ما عرفش ما عقلتش على السميه دخل لهنايا وكان خلق مشكل العساس اللي كانت ما يجرو عليهم الخدمه دونك فاش جيو للبلايص بحال هادو قال لك ما تدخلش لداخل البنايه ما تدخلش ما خسرت حتى شي حاجه دير داكشي اللي كي يقول لك واحترم الناس واحترم البلايص واحترم حتى السلامه ديالك المهم هذا هو الفيديو ديال هذا النهار وكنتمنى نشوفكم فيديو واحد اخر وبنتصميم كيسلم عليكم تهلاو